ويجب أن نركنها في المكان المناسب لها. هلو، قبل أن نبدأ هذا المقطع خلونا نوصل هذا الفيديو. مرحبا بكم شباب في هذه اللعبة الجديدة والتي اسمها Advanced Car Parking. اليوم سوف نبدأ من المرحلة الأولى، إذن على بركة الله. إذن هذه هي السيارة التي سوف نلعب بها، ويجب أن نركنها في المكان المناسب لها دون أن نمس الأعمدة التي في الجانب. إذن هكذا يجب أن نلف هنا على اليسار، هنا كما تلاحظون المقود على اليسار، المكابح و ناقل السرعة على اليسار على اليمين عفوا. إذن تيو وصلنا، اجتزنا المرحلة الأولى بنجاح. شكرا لكم، لا تنسوا مشاهدة الفيديوهات المقبلة وإلى اللقاء. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.